هو صاحبي مشاهدي قناة شوف تيفي، مرحبا بكم في هذا المباشر جديد من منطقة سيدي مؤمن. حريق اللي شب في هذا المكان على شكل مزبلة. قلنا مشاهدي قناة شوف تيفي بتصريحات قليل اللي حاضر في هذا المكان، يقولوا بانهم هما براسهم ما عرفوش هاد النار اللي شعلت هنايا، ما عرفوش شنو السبب ديالها، ولكن كيقولوا بان هاد الجو اللي كاين اليوم، البرد يعني هو اللي خلى انتشار هاد النار في هاد المكان اللي هي على شكل مزبلة كيف كتشوفوا. يعني الساكنة هم اللي كانوا مضرين، هم اللي اتصلوا، هم اللي بغاو يوصلوا للحالة اللي فيها، لأن الرائحة دخلت المنازل الداخل بحكم أن اليوم كاين ريح قوية في مدينة الدار البيضاء. سبب هاد النار كتبقى غير معروفة ولا شنو السبب، هي فقط مزبلة في واحد الخلاء كيف كتشوفوا، ما كاين والو. يعني حتى الشباب تا هما مساعدين، يعني كيساعدوا رجال الواقع المدنية مشكورين، كل واحد كيقوم بالدور ديالو على قدر المستطاع. تقدر تنزل من رحمة الله يعني اليوم أو الآن، لأن يعني الجو مضطرب وريح قوية. الناس اللي كيسولوا على المكان هذي في سيدي مؤمن مدينة الدار البيضاء، هو فقط خلاء ولكن مقابل للمنازل والنوافذ، كاين وليدات صغار، كاينين عائلات، فالريحة كتوصل، الدخان كيوصل بواحد السرعة كبيرة، لأن كاين واحد الريح اليوم كتشهدها مدينة الدار البيضاء، ريح قوية. نتمنوا ان تكون المصاحبه للمطار ان شاء الله، تكون امطار الخير تنزل على بلادنا اللي حنا في امس الحاجه لها، يعني على الاقل السدود تمتلئ، لان كاين واحد النسبه ديال السدود شهدات واحد انخفاض كبير في نسبه الامتلاء ديالها. منطقة سيدي مؤمن هي هذه،
هذه كيفاش شعلت هذه البلاصه هذه؟ حتى واحد ما عارف كيفاش. اذا مشاهدي قناه شوف تي في غادي نوصلوا لنهايه هذا المباشر، فقط نقلنا لكم الصوره من منطقه فليكين. هاد كاين اللي قال بانه لا فيراي، كاين اللي قال بانه محلات تجاريه، ولكن هي فقط مزبله عليها واحد الصور مقابله لهاد الاقامات اللي هما المتضرر من هاد الرائحه والدخان اللي كاين في هاد الحريق. هذا مكان ما كاينش خسارات يعني ماديه او كاين والو، الأزبال وصافي. تحية للجميع، تحية لكم مشاهدي قناة شوف تي في بحضور رجال الوقاية المدنية والشرطة، أمور متحكم فيها. تبارك الله عليكم وناركم مبروك.